يقول المفكر والأديب والكاتب الصومالي المعروف أبارامي بابا جيو: العبقرية شيء نادر في شتى المجالات ومفقود تماما في ميدان الموسيقى، ونحن نقول إنه معنا أمامنا بين أيدينا، عظمة العظمة وقمة الإطراب، شاغل الأمة شيبا وشباب. إذا غنى تكثر حالات الإغماء ويعلو الصياح والهتاف، وإن سكت يحمل على الأعناق والأكتاف. إنه الفنان الوسيم الطويل، صاحب الصوت الشجي الجميل، ذو الشعر الأسود اللماع والحنجرة التي لا تأتي سوى الإبداع. أنشد جميع الألحان والأوزان، وغنى في عديد الأقطار والبلدان. كان له حضور دائم في كبرى المهرجانات الدولية والقارية والإقليمية والمعتمدية والبلدية أيضا، فكان أن تحول بسرعة من هاو إلى مطرب مبدع عظيم، وسرى اسمه سريان النار في الهشيم، محبوب لدى جميع العرب والأفارقة والغربيون أيضا والمشارقة. إنه المطرب الفنان الذي تعجز عن وصفه الكلمات والمعاني، القادم إلينا من لبنان، والمعروف أيضا في بنجردان، المطرب عاصي الجيلاني. أهلا بك سيد عاصي، لو تقدم نفسك للجمهور. جيلاني شوية جيلاني عفوا الحلاني سيد عاصي الحلاني، لو تقدم نفسك للجمهور وللسادة المشاهدين. أنا عاصي حلاني من لبنان، من بلد اسمه بعلبك. عاصي الحلاني من مواليد 1970. قمت بتصوير بعض الكليبات بتكاليف مادية باهظة، فهل أن ذلك سعي للسيطرة على الساحة الفنية أم استعراض للعضلات؟ لا، إذا بدي استعرض عضلاتي أنا بعمل حديد، ما بصور فيديو كليب. عاصي الحلاني فنان رومانسي ويحب الطبيعة والحيوانات، وله مزرعة يربي فيها الخيول، فكم يبلغ عدد خيولك؟ 10. هل شاركت بهم في غزوة أم في شيء من هذا القبيل؟ الغزو هلا ما عاد يمشي بالخيل، صار بدك طيارات ودبابات وملالات لتغزي. عاصي الحلاني من الفنانين القلائل الذين غنوا عن الخيمة، فمما تصنع الخيمة؟ من شعر المعزي، يعني في إحدى الحفلات الكبرى بإحدى المهرجانات الكبرى غصت القاعة الكبرى بالجماهير الكبيرة، فانطلق الفنان كالسهم في أغنيته الأولى، والقاعة تهز تلف الجمهور اللي باقي البرة يستنى، فما هو العدد الجملي للجمهور؟ كنت أحلم لو أطلع مرة على التلفزيون. غنى عاصي الحلاني في أول ظهور له على خشبة أحد المسارح ببيروت المعروفة، فكان لبقا متأنقا كأشد ما يكون، وما هي إلا هنيها حتى أتعبى المسرح بالجمهور، وانطلق عاصي يغني قدام العام والخاص، فكان الرجل أو الرجال تصفق والأطفال تصحن والنساء يولولون ويزغردون، وفجأة نزلوا الراقصات فتفرهد بذلك الجميع ونصبوا وشاخوا، فما هي المرابيح التي تحصل عليها عاصي عقب هذا الحفل؟ الكسكسي، أكل كتير بحبها، اللي هي هالأكل كتير بحسها كتير شعبية وكتير قريبة لألنا. إلى أي لون من النساء يميل عاصي، الشقروات أم السمروات؟ أنا اللي فاتت لي نظري طبط فيه، أنا إنسان متزوج وعندي أولاد بعد كوكب الزهراء عن الشمس في استعين بصدي. ده سؤال غريب. كنسلو جورج فوريمان الجمعي الحفيان
زين الدين زيدان، مصطفى الغضبان، أي من هؤلاء اكتشف النار من حجر الصوان؟ شو خص هدول بهول؟ شو هيدا مقلب ولا مقابلة؟ يقول أحد النقاد: أيوة، أينما نفتح عيوننا فثم كليب وخلاعة ورقص عجيب. لا، في التلفزيون مش ضروري إذا كل ما فتحت التلفزيون تحط أغاني، فيك تحضر برامج اجتماعية وبرامج ثقافية، في كل شيء التلفزيون. ما عم بعرف أنا ليش المطرب صاير حسنه بعين النقاد، بس المطرب. لا، النقاد هم يعني عينهم. أو بعينك أنت كمان. الشاعرة العظيمة خيرية بنت فطيمة، أظن أنك تعرفها، قالت: حاير عقلي وجسمي فاني، منك أعاصي الحلاني، نعيط نشطح علف الزاني. فنو يعني تقصد فنك أنت، فنو كواني شواني في قلبي دخلاني، أحلاني أزهواني أعاصي الحلاني، أنت ولا غيرك فناني، يعني أنت ولا غيرك فنان في الدنيا. ما مدى صحة هذا الحال؟ مش ما سمعته ولا يعني وين راح تعالى هون؟ القصيدة خلص خلص زيادة. نعم جيبوه. شو هذا الشعر هذا؟ كيف مين عمله هذا؟ قلت له هذه القصيدة هي للفنانة خيرية بنت فطيمة. ثم هناك قصيدة أخيرة وهي كمان؟ السؤال بلع صايد دخيل إجريك. سؤال أخير من القائل: في كل عام يولد 1000 فنان لا أصوات لهم أبدا ولا ألحان، لقد أضحى الفن صورا مرئية للعيان، فترى الشاطحات يقفزنا ها هنا في تباه ويدورنا الحزمان، وقنوات كثيرة خصت لهم يصعب حصرها والعدان، نجوم وميلودي وموزيكا وزان، إننا نعيش في زمن وحسرة على فنون أزمان. ما رأيك في هذه القصيدة؟ من قال هذه القصيدة؟ والله أنت أعلى. هيدا مقلب ما هيك؟ مش مقلب؟ في الحال إذا مقلب أنا بشكر استضافتكم لألي، كان مقلب أو ما كان مقلب أنا كتير سعيد عم بطلع من خلال التلفزيون التونسي، وأنا بحب تونس كتير، بس مقلب كتير ظريف كتير حلو، ومقابلة كتير حلوة، يعني هيك فيها أول مرة بحياتي يمر علي مقابلة من هالنوع. فأنيوي أنا كنت مبسوط لو شو ما كانت، وحسيت حالي مع محقق مش مع محاور. أيها عاصي الحلاني تعرف شيء هاي؟ أسبق فيها. طب الساعة كيلو وحطها.